برضو أول مرة أتكلم في الموضوع ده. أنا ليه ما طلعتش علقت؟ علشان أما كنت بتكلم قبل كده إحنا الاتنين كنا مع بعض، فدي كانت حياتي وحياته مع بعض. لما بقى في انفصال أنا ما أقدرش أطلع أتكلم على حياة حد، يعني لا أقدر أقول هو ده حصل ليه أو إيه اللي حصل، أو كل اللي أقوله نفس اللي كنت بقوله قبل كده، لان هي دي فعلا مشاعر بني ادم محترم جدا، بني ادم ناجح جدا، من غير كلام، من غير ما حد فينا يعلق في حاجه. وكل واحد اكيد بيفتكر الايام الحلوه اللي عاشها، وما كانش فيه ايام وحشه او ما كانش فيه حاجه. فهو ده كان سبب ان انا عشان كل حد كان لا اطلعي اتكلمي، لا اطلعي، لا مش حياتي.